ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نحضروا واحد الكيك رائع جدا. نتابعوا معايا الفيديو الاخير شي حاجه غادي تعجبكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. غادي نحتاجو 4 حبات ديال البيض يكونوا كبار بحراره المطبخ دائما ما يكونوش في الثلاجه، كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال الحليب اللي غادي نضيفو ليه جوج معالق كبار ديال الخل. هنايا داك الكاس راه تيهز البنات القياس ديال الكاس العنبه. جوج معالق كبار ديال الكوك يكونوا يدم، علبه ديال ياغورت طبيعي بدون سكر، كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده المقادير بالغرام كلها تلقاوها في صندوق الوصف. عندنا 3 كيسان ونص ديال الدقيق الابيض، 2 اكياس من خميره الحلويات المجموع ديال 15 غرام، كيس من السكر فاني، عندي القليل من الفواكه معسله. انا عاده هاد الكيكه البنات كنصايبو بالليمون معسل، لكن تعذر ما كانش متوفر عندي الليمون معسل وكانوا عندي هاد الفواكه معسله صايبتهم بها، لكن بالليمون معسل طبيعي الحال كيجي الد. كناخذو دوك 4 حبات ديال البيض كنضيفو ليهم سكر سنيده وكنضيفو ليهم كيس من السكر فاني وكنطربوهم مزيان. البنات دائما السؤال اللي كيطرح واش ضروري يكون عندنا الطراب الكهربائي؟ انا كنقول لكم اللي ضروري هو اننا نطربو البيض مع السكر مزيان، هذا هو اللي ضروري بالنسبه لي انا، سواء في الكاس فاش كطحنوا العصير او لا في الخلاط الكهربائي او لا بالطراب اليدوي او لا بالطراب الكهربائي. المهم هنايا المرحله اللي هي جد مهمه في نجاح الكيك ان البيض كيطرب مع السكر مزيان، كنضربوه مزيان 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 حتى كنحصلوا على واحد الخليط بيض يكون مرغوي. كنضيفوا الزيت بالتدريج بحال غادي نزيد نطلعوا المايونيز. هنا صافي كنحيد الطراب الكهربائي وكنخدم فقط بالطراب اليدوي، كنخدم فقط بالخليط اليدوي، يعني ما كنضيف داك الياغورت ولا الحليب. الحليب اللي ضفنا ليه 2 معالق كبار ديال الخل الابيض ولا العصير ديال الحامض كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو واللي موجود عندكم. هنا تيولي عندنا واحد الخليط، ملي داك الحليب ملي كنضيفو ليه الخل اولا كنضيفو ليه الحامض كيولي عندنا بحال كيروبو هذاك الخليط، داك الحامض كيروب ولا داك العصير ديال الخل كيروب لينا داك الحليب. صافي ضفنا الحليب اللي قلنا تا هو كاس ديال العنبه، والكاس العنبه دائما كنضرب 180 مليلتر بالضبط ديال الحليب وديال الزيت و125 غرام ديال السكر سنيده. كنضيفو كذلك الكوك 2 معالق كبار ديال الكوك. غادي ناخدو الدقيق بوحديتو ونضيفو ليه 2 اكياس من خميره الحلويات. كنعاود نذكر ان عندي 3 كيسان ونص ديال الدقيق اللي هي 350 غرام ديال الدقيق الابيض، ضفت ليها 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات. وهنا مرحله جد مهمه، انا كنغربلو الدقيق الابيض مع الخميره ديال الحلويات. صافي هنا تنضيفو الدقيق بالتدريج وحنا تنخلطوه من تحت للفوق. هاد الكيك هذا الا كان عندكم القشور كما قلت لكم ديال الحامض اولا ديال البرتقال ممكن تضيفوهم، بزاف ديال الحامض نكهه رائعه جدا. وكنبقاو نخلطوا من التحت، يعني هذا هو الكيك المعتمد عندي بزاف هكا ملي كيكونوا عندي اني كنكون واقفه على كيك، هذا هو الكيك كندور حتى كنعيا وكنرجع لهاد الكيكه، لان من الكيكات الرائعه والخفيفه الخفيفه اللي كتحسوا بالمذاق ديال الكيك الحقيقي ديال زمان. بصراحه رائع رائع جدا كيف ما قلت لكم، بزاف الا كان في بعض القشور ديال الفواكه ديال الليمون معسل اولا ديال الحامض معسل طعم خيالي. البنات ان شاء الله نعاودو نجربو مره اخرى، سبقنا وحضرنا بقشور ديال الليمون معسلين، ان شاء الله نعاودو مره اخرى ونوريكم حتى كيفاش تحضروا دابا ان شاء الله داخل موسم البرتقال. وكذلك الحامض غادي نعطيكم الطريقه باش تعسلو الحامض والبرتقال وتخليوه عندكم في الثلاجه وكتخدموا بها كالحلويات ولا الكيك ولا بزاف ديال الحوايج. هذوك الفواكه المعسله القشور ديال الحامض معسلين اولا القشور ديال البرتقال المعسلين من الاشياء الضروريه اللي خاصنا ندوزوها في الدقيق باش ما كتهبطش لينا لتحت في المول. المول عندي القلمول ديال 27 سنتيمتر، يعني مول كبير عائلي. كناخدو كندهنو بالزبدة وكنرشو بالطحين، ديرو اي نوع ديال المول عندكم ماشي شرط يكون عندكم بحال هذا. صافي كنفرغ فيه الخليط كنضربو واحد شويه باش كيتقاد السطح ديالو، كندخلو لواحد الفران اللي كيكون بارد على 170 درجة، كندخلو الفران 170 درجة، لكن الفران في الاول كيكون بارد سواء كان ديال الغاز اولا ديال الضو، دائما الفران يكون بارد بالنسبه ليا انايا. وكل وحده وكيفاش كطيب الكيك ديالها. كنخليو الكيك ديالنا حتى كيطيب مدة 45 دقيقة، كنخرجوه صافي تنقلبوه في الشبكة. عندي شوية ديال المربى، كنعاود نقول لكم البنات إلا عندكم العصير ديال البرتقال كتاخدو كاس ديال عصير البرتقال كضيفو ليه 2 معالق كبار ديال المربى، كديرو فوق النار غير شوية يغلى كطفيو وكتسقيو بيه الكيك ديالكم. ومنعاودش لكم المذاق شي حاجة واعرة واعرة بزاف. بغيتو تخليوه بحال كناشف كما خليتو أنايا، خديت فقط شويه ديال المربى
دهنت بيه الكيك ديالي من الفوق، خليته حتى برد بطبيعه الحال الكيك، وكنبقى ندهن بيه يعني كنبقى ناخذ من المربى وكندهن الكيك ديالي من الجناب ومن الفوق غير بواحد الفرشات ولا بواحد الشيطه. صافي تناخذ شويه ديال الكوك، الكوك هنايا فقط مساله اختياريه، اللي بغى يزينو بشويه ديال لوزيفيلي زينو، اللي بغى يدير ليه واحد الكناج ديال الشوكولاته يديرها. يعني هنايا التزيين تتبقى السيده هي وشنو بغات، يعني هي شنو حبات باش بغات هي تزين هذا الكيك ديالها. اللي بغات تخليه عادي تخليه عادي، ما كاين حتى شي اشكال نهائيا. الكوك هنايا خديته وضفت ليه شويه ديال لاغوم ديال الحامض، الروح ديال الحامض طبيعه الحال. هاد لي غوم هادو راه تلقاوهم في الناس عندنا كيبيعوا لوازم الحلويات، خديته باش كيعطيني واحد النكهه زوينه هاد الكوك. صافي تنبدا تنزين هكا من الفوق وكنزين دوك الجوانب، دائما كنقول التزيين كيبقى مساله ذوق ومساله اختياريه عند كل سيده شنو بغات كيف بغات هي تبريزونتي هذاك الكيك ديالها. صافي هنايا دائما الكيك نصيحه البنات، كي قد ما برد قد ما تيبنان وكيزيد يتلدد كنقدموا الكيكه ديالنا. غادي نوريكم كيف كتجي من الداخل. كنعاود نقول لكم البنات هذه هي الكيكه اللي عزيزه عليا، كنضربتها كنيا كنرجع ليها لانها من الاشياء اللي تتعجبني وتعجبني بزاف. كتجي مهويه خفيفه والمذاق شي حاجه زوينه 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 بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها يعني تصيفطوا ليا دائما تطبيقاتكم اللي كنتلقاها بكل فرح وبصدر رحب. يعني وحتى البنات اللي كيسولوا على اي حاجه تنقول لكم مرحبا بكم. صفحتي على انستغرام خلى لكم بطبيعه الحال دائما الصفحه تلقاوها في صندوق الوصف، تقرب ديالها في صندوق الوصف. ومرحبا بتجاربكم بتعليقاتكم، اي حاجه بطبيعه الحال كتسولوا عليها بخصوص الطبخ مرحبا والف مرحبا، ما كاين حتى شي اشكال نهائيا. كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. خليت لكم الرحايه الى حلقه مقبله بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.